في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح اداه المستطيل في برنامج جوجل سكتش اب او اداه الريكتانجلر. علشان اوصل للامر، ودي اول نقطه هنتكلم فيها، عندي طريقين. اول طريق من شريط الادوات او شريط درو اللي موجود في اعلى البرنامج. هنلاقي اداه المستطيل موجوده في قائمه شيبس. لو ضغطت على السهم اللي جنبها هيتفتح لي قائمه فيها مجموعه من الادوات، هلاقي فيها امر ريكتانجولر. الطريقه الثانيه وهي عن طريق شريط اللارج تول، هلاقي امر المستطيل موجود او الريكتانجل، بمجرد ما اضغط عليه بيبتدي الامر يتفاعل معاه. يبقى كده انا عندي طريقين، يا اما من درو بختار الامر، يا اما من قائمه اللارج تول. بمجرد ما اضغط على الامر، الامر بيتفاعل معايا. علشان ابتدي ارسم، البرنامج بيطلب مني نقطتين. بضغط كليك شمال عشان اختار اول نقطة، واتحرك في اي مكان انا محتاجه، ثم اضغط كليك اخر، هلاحظ ان المستطيل او المربع اترسم معايا، ولكن طبعا اترسم بدون ابعاد. هلاحظ ان المستطيل بيبقى عبارة عن مجموعة خطوط خارجية وسطح داخلي. يبقى كده دي النقطة الأولى، وإني بختار الأمر وببتدي أدخل أول نقطة وأدخل تاني نقطة، بيبتدي الأمر بيتنفذ معايا. طيب يبقى دي كده أول نقطة حبينا نتكلم عنها. النقطة التانية اللي حابب أتكلم فيها، وهي إن لو حبيت أرسم مستطيل أو مربع بأبعاد، أعمل الكلام ده إزاي؟ هبتدي اختار الامر مرة اخرى، بيبتدي البرنامج بيطلب مني ان انا ادخل اول نقطة، هبتدي اضغط كليك عشان ادخل اول نقطة، هلاقي ان برضو ما زال الرسم حر. علشان ابتدي ادخل الابعاد، كل اللي عليك تعمله انك هتروح تدخل القيمة، ثم بتضغط حرف الكاف من الكيبورد وتدخل القيمة الاخرى، يعني اكس وواي. طيب افترضنا انا عايز ارسم المستطيل ده بمقاس 20 في 20، هبتدي اقول له 20 وحرف الكاف، ثم اكتب 20 مرة اخرى، ثم انتر. هلاقي ان المستطيل اللي اترسم معايا بمقاس 20 في 20. مرة تانية هبتدي اختار الامر، ثم ابتدي اختار اول قيمة، بعد كده هكتب القيمة بتاعت محور اكس، وليكن هتكون 100، ثم اختار او اضغط على حرف الكاف من الكيبورد، بعد كده ادخل القيمة التانية وليكن هتكون 200، بعد كده ابتدي اقول له انتر. هلاقي ان اترسم معايا مستطيل ابعاده 100 في 200. دي كده النقطة التانية اللي حابين نتكلم عنها. النقطة التالتة اللي حابين نتكلم عنها، لو حبيت ارسم مستطيل عمودي على محور واي او المحور اللي باللون الاخضر، هعمل الكلام ده ازاي؟ هبتدي اختار الامر طبيعي جدا، بعد كده هضغط على السهم الشمال من الكيبورد بهذه الطريقة. هلاحظ ان شكل المستطيل قبل ما ارسم اتحول للون الاخضر. هبتدي اضغط كليك عشان ادخل اول قيمة، واسحب في اي اتجاه، واضغط كليك اخر علشان الامر يتنفذ معايا او المستطيل يترسم. هتلاقي ان المستطيل عمودي على المحور الاخضر وموازي للمحور الاحمر. طيب علشان ارسم مستطيل عمودي على المحور اكس وموازي لمحور واي، اعمل الكلام ده ازاي؟ كل اللي عليك ان هختار الامر سواء من شريط الادوات اللي بالاعلى او من اللارج تول، بعد كده هضغط السهم اليمين من الكيبورد، مفتاح السهم اليمين من الكيبورد بهذه الطريقة. هلاحظ ان شكل المستطيل بقي باللون الاحمر قبل ما ارسم. بيبتدي برضو البرنامج بيطلب مني ان انا ادخل اول قيمة كليك، واسحب وادخل تاني قيمة بهذه الطريقة. لو حبيت ارسم مستطيل عمودي على المحور زد، عمودي على المحور زد، هعمل الكلام ده ازاي؟ هختار الامر وهضغط مفتاح السهم اللي بالاعلى من الكيبورد، هلاقي ان المستطيل بتاعي اتحول باللون الازرق. ابتدي ادخل اول قيمة واسحب
وابتدي ادخل تاني. هنراجع مرة اخرى علشان ارسم مستطيل او مربع عمودي على المحور واي او المحور اللي بنقوله الاخضر، هختار الامر، ثم بعد ذلك هضغط على السهم الشمال من الكيبورد، هلاحظ ان المستطيل بتاعي اتحول باللون الاخضر، ثم اضغط كليك واسحب واضغط كليك اخر بهذه الطريقة. طيب لو حبيت ارسم مستطيل عمودي على محور اكس او المحور الاحمر، هبتدي برضو اختار الامر واضغط على السهم اليمين من الكيبورد، هيتحول معايا المستطيل باللون الاحمر، اضغط كليك واسحب واضغط كليك اخر، هلاقي ان انا رسمت مستطيل عمودي على محور اكس او المحور الاحمر. علشان ارسم مستطيل موازي للمحور واي ومحور اكس وعمودي على محور واي، هبتدي اختار الامر واضغط السهم اللي بالاعلى من الكيبورد، هيتحول معايا المستطيل للون الازرق، ابتدي اضغط كليك واسحب واضغط كليك اخر. ممكن ارسم على الارض وممكن ارسم على الاعلى، ازاي؟ ان انا برضو هختار بعد ما ارسم اختار السهم اللي بالاعلى وابتدي اختار النقطة الأولى والنقطة الثانية، يعني ممكن العمود على محور زد ده أرسمه في الأعلى وأرسمه في الأسفل قيمة. يبقى أنا كده عرفت أكثر من طريقة للرسم بأمر ريكتانجولار تول. طيب آخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو بتاعنا، وهو إن لو حبيت أعرف الخصائص الخاصة بأي مستطيل أنا رسمته، كل اللي عليك انك هتضغط على السطح بتاع المستطيل بهذه الطريقة، هتروح على اليمين هتلاقي في قائمة مكتوب فيها Entity Info، ممكن تلاقيها مقفولة بهذا الشكل، افتحها هتلاقي ان بيقول لك ان المستطيل ده في Layer 0 ومساحته الاريا بتاعته 1788 متر مسطح او مربع. يبقى بمجرد ما بختار السطح اللي انا عايز اعرف الخصائص بتاعته او المستطيل اللي انا عايز اعرف الخصائص بتاعته، هلاقي ان في الانتيتي انفو بيقول لي ان المستطيل ده في لير ايه ومساحته كام. لو حبيت طبعا ارسم امسح اي حاجه انا رسمتها عن طريق امر اريز، ببتدي اختار الامر وابتدي اختار الاضلاع بتاعه المستطيل اللي انا رسمته، هيتمسح معايا بسهوله. اتمنى ان حضرتك تشاهد الفيديو كاملا وتتدرب كويس جدا على مجموعه الاوامر الخطوات اللي احنا عملناها في الفيديو بتاعنا، لانها مهمه جدا هتساعدك في انك تبقى محترف، او هتساعدك في الرسم بشكل جميل جدا في برنامج جوجل سكتش اب. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون قدم الاضافه والاستفاده لحضراتكم. اشكركم الى ان نلتقي في فيديو اخر على خير باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.